احنا اطفال يلي عم نشتغل فيهم معهم بمراكزنا بتدريبات، اليوم اجوا لحتى يعملوا حفله امام الجداريه اللي احنا رسمناها كمتطوعين وكاطفال ويافعين ضمن هي المنطقه باطار العمل المجتمعي التنموي اللي احنا عم نقوم فيه. هذا العمل هو رساله فرح ومحبه وسلام. هدف من هي المبادره كان تعزيز روح ثقافه العمل التطوعي، نشر رساله حب وفرح وسلام ضمن هي المنطقه العشوائيه اللي احنا متواجدين فيها. الجداريه هي بعرض 30 متر وارتفاع 7 امتار، تم تصميمها عده مراحل، اعتمدنا على شيء المدلول الثقافي والحضاري بسوريا من التاريخ القديم، ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل البعيد لسوريا. اشتغلنا بالجدارية ضلت تقريبا 15-16 يوم، وقبل كان في عنا تصميم خلال برامج هندسية بالتعاون بين كلياتنا الطلاب، ضلت تقريبا أسبوع لحتى طلع معنا هي النتيجة، وكانت ردات فعل العالم كتير حلوة لإلنا. هاي المبادرة رسالة سلام حبيناها ننشرها لكل المحبة بهالمنطقة، والأطفال هون مثل ما شايف حبوا يشاركونا هالفعالية بأغانيهم بالمسرحية اللي رح يعملوها.